يا مساء البونسوار. يا مساء البونسوار فعلا. زي كده انا شخصيا حلوه يعني قصدي كويسه حلوه شخصيا حلو انا حلوه ويا رب تكوني كويسه ورب تكونوا كلكم كويسين. مساء الخير عليكم. حلقه جديده للمذيعين المتحدين برنامجكم كل يوم على ميجا اف ام من الساعه 8 للساعه 10. انا شريف نور الدين ومعاكم الاستاذه المذيعه الزميله الفاضله الست الكمل مريم الخشت معاكم كل يوم من الساعه 8 للساعه 10 زي ما قلنا على ميجا اف ام. بنعمل ايه في البرنامج احنا؟ والله بص احنا النهارده هنعمل حاجه في المطلق بنعمل ايه يعني عشان بس اللي ما يعرفناش. معقوله احنا انا توترت انت حسستني ان احنا ما حدش يعرفنا. لا انا اتضايقت. طيب بص يا جماعه للي ما يعرفناش او للي نسي لان احنا اختفينا في رمضان احنا في شركه المذيعين هي بيسكلي بنحاول نتعامل مع حياتنا على انها شركه ان كل حاجه في حياتنا عباره عن قسم واحنا بناخد او يعني بناخد اسامي الاقسام دي مستوحاه من شركه وبنطبقها على حياتنا زي مثلا قسم الارشيف اللي هنتكلم فيه النهارده بنتكلم فيه على حاجات من تاريخنا سواء المصري او من تاريخ العالم نشوف نقدر نتعلم منه ايه. مراقبه الجوده برضو هنتكلم فيه النهارده ازاي نقدر نراقب جوده حياتنا في الحاجات اللي احنا بنعملها وهكذا. فالنهارده احنا عندنا كومبو ظريف بس هنبدا في قسم الارشيف. طيب. عايز تدخلنا الارشيف؟ بس هشوف التراب انت عارفه جامد بتعبني قسم الارشيف انت عارفه انا عارفه لازم اخش اخد البخاخه الاول. سوري. انت الان في شركه المذيعين المتحدين سيتم تحويلك لقسم الارشيف على ميجا اف ام. اللذيذ بقى النهارده انا وحشت قلبك. اللذيذ النهارده شريف نزل صورة على البيج بتاعتنا البيج اللي على فيسبوك شركة المذيعين المتحدين ونزل صورة لينا مع بعض امبارح في كنت هقول في البلاتو في الاستوديو وبيقول يا جماعة احنا رجعنا وبتاع وكده ها وحشناك ولا لا فكذا حد مش حد واحد قال انا يا جماعة ايوة طبعا وحشني قلشكو جدا شكرا. فحسيت ايه ده الله انتم في ناس متعلقة بقلشينا دي حاجة جميلة وفي نفس الوقت احنا ايه ده يا نهار اسود ده قلشنا بقى واقع ودي مصيبه فوق لا صحيح حاجه محدش يفتخر بيها خالص لا صحيح ده هو قلشنا واقع ما هو انا لسه بحاول اتعامل ان هو يفتخر مره وخلاص وحتى امبارح او اول امبارح اول يوم وليد بعت لنا مسج وقال لنا يا جماعه يعني سيبكم بس من الهبلولا اللي انتوا فيها دي وقلنا له معلم لا الهبلولا اسلوب حياه بالظبط. طيب سريعا عشان ما نقعدش نلغي على قلبكم كتير هنسألكوا سؤال بما ان احنا النهارده كنا بنتكلم امبارح في فكره الاعلانات وبنتكلم على رمضان وبنتكلم على الواقع اللي اتغير وتلفزيون رمضان اللي اتغير وحياتنا كمان اللي اتغير بشكل عام يعني وعلى برود كده وعلى هداوه امبارح استعرضنا في قسم الاي تي السوشيال ميديا كانت مهتمه بايه في رمضان كل الكوميكس اللي كانت موجوده التوبكس الترندنج وهكذا. النهارده قلنا هنخصص الحلقه تماما للاعلان لان الاعلان اصبح زيه زي العمل الفني وبيقيم وبيتعامل او بيتم التعامل معاه بنفس منطق العمل الفني. علشان كده قسم الارشيف هنسألكم السؤال الاتي. السؤال النهاردة بيقول ايه اكتر اعلان كنت بتحبه زمان مش دلوقتي احنا مش بنتكلم على دلوقتي احنا عايزين نجيب الحكايه من اولها عايزين نشوف كده لان زي ما شريف بيقول بما ان الموضوع تطور جدا وفجأة الاعلان ده الناس بقت تتعامل معاه على انه عمل فني فعايزين نجيب الحكايه من الاول ايه اكتر اعلان كنت بتحبه زمان 1927 على الاس ام اس ممكن تبعتوا لنا او الفيسبوك فان بيج بتاعتنا المذيعين المتحدين. يعني اول ما قلنا واول ما افتتحنا موضوع الكلام في الاعلانات القديمه اللي كلنا بنحبها انا عايز اقول لكم انه في انهيار مبدئيا كده على طول يعني لسه ما كملتش السؤال بدات الاس ام اس يعني زي امبارح كده بالظبط فيا رب بس بتاعنا هنكش تاني يعني انا اتمنى يعني. طيب سؤالنا بيقول عشان اللي ما سمعناش في الاول لينك انه احنا النهارده هنتكلم على الاعلان في مصر هنتكلم على الصناعه دي هنتكلم على المنتج اللي اصبح بيتم التعامل معاه وبيتم تقييمه سواء من الجمهور انا وانت او يعني المستخدم يعني المنتج بالظبط او الصناع صانعي المهنه بشكل عام يعني الميديا سواء العاملين فيها من الشق الفني او الشق التقني او الشق الاداري او ايا كان بيتم التعامل معاه النهارده كانه او بمنطق المنتج العمل الفني وده حقيقي بتلاقي الناس زي ما بتخش تكتب ريفيوز او تكتب ستاتس على الفيسبوك او على تويتر على اعمال عجباهم زي ما كمان او ما اعلان يطلع يثير الانتباه بتلاقي برضو كمان الناس داخله بتتكلم على الاعلان دوت وبتعمل عليه ميمز
وتعمل عليه كوميكس وبيتم تقييمه ولا وانا اصلي وعجبني ومش عجبني وغير يعني الناس طبعا بتهزر على الافيهات اللي بتتقال في الاعلانات وده يصح وده ما يصحش وازاي يقولوا كده وازاي مش عارف ايه. بس السنه دي كمان اللي خدت بالي منه ان الموضوع كبر لفعلا ان هو بيتعاملوا معاه على انه عمل فني. المونتاج هايل، التصوير ما اعرفش ايه، المزيكا، الالوان، وحسيت هي حاجه حلوه طبعا. جدا ان احنا لان زمان انا فاكره اول لما الدش ظهر في حياتنا الدش يا اصلا كابت الدش كان بيبقى في اعلانات الواحد يتفرج عليها بالايطالي والفرنساوي واحنا مش فاهمين اصلا بيقولوا ايه منبهر. بس حاسه ايه ده كل ده عشان اعلان جبنه ما تهزرش كده. وكنا بنقعد نقول احنا امتى بقى نعمل اعلانات خطيره وكده. بس احنا الحقيقه يعني في واحده صديقه وبتشتغل في الاعلانات وكده ومشهوره الحقيقه على السوشيال ميديا نسبيا انها بتعمل ستاتسز كلها هزار وضحك وما الى ذلك. فكانت عامله يعني ستاتس كده ضحكني جدا السنه اللي فاتت، قالت يا جماعه يا ريت الكرييتيفز اللي بيكتبوا الاعلانات والحاجات دي انتوا عمالين تفكروا خارج الصندوق خارج الصندوق خارج الصندوق، يعني اظن كفايه يعني خلينا نرجع جوه الصندوق شويه لان بره الصندوق احنا مش فاهمين اي حاجه. يعني احنا وصلنا لمرحله انا مش فاهم انت عايز ايه. في فلسفه بدات زياده عن اللزوم. وبصوا يا جماعه يعني برضو هقول لكم على حاجه يعني سريعا اوكي شريف بيصغرني لا اوكي لا يعني فكره الاعلان ايه الاعلان الحلو والاعلان الوحش لازم الواحد يبقى فاكر اصلا المنتج. في اعلانات كتير جدا علقت مع الناس بالظبط وبيقعدوا يتكلموا عليها وتيجي تقول له طب ده كان منتج ايه يقول لك مش فاكر. طيب سؤالنا النهارده زي ما قلنا لكم تاني ايه اكتر اعلان من زمان انت بتفتكره. هنفتكر معاكم في قسم الارشيف عشان انتوا عارفين ده حاجه قديمه، هنفتكر معاكم مجموعه من الاعلانات اللي يمكن تحديدا جيل الثمانينات التسعينات هيبقى عارفها كويس قوي، يمكن اللي بيسمعوها عندهم 15 سنه و16 سنه وحاجات دي يمكن شويه ما يبقوش حاسين بيها قوي، لكن اكيد هم كمان عندهم اعلانات من وهم صغيرين برضو اكيد فاكرينها برضو قلنا عليها مش شرط بس تبقى اعلانات من الثمانينات والتسعينات. ده اول شق. التاني شق معانا النهارده هو سؤال البريك، واللي ما يعرفش سؤال البريك هو اغنيتين راس موتو او مطرب بيتم اهداهم لشخص او شخص وده بيكون من واقع الاجابه على سؤال ل يعني عن الفنان ده. والسؤال النهارده بيقول الاسئله ابتدت اصلا على سؤال البريك يعني سولوان اللي ما كناش عارفين انها سولوان ذكي سولوان ايوه بعدها تقول فين سؤال البريك. سؤال البريك اهو مين الفنان مين الفنان اللي بطبيعته تلقائي؟ مين الفنان اللي بطبيعته تلقائي؟ اللي يعرف إجابة هذا السؤال يبعت لنا على 1927 أو يكلمني أو حتى يبعت لنا على الفيس شركة المذيعين المتحدين. الأغنية اللي جاية هي أغنية كانت إعلان وتحولت إلى هيت كبيرة جدا، بقى بتشتغل في الأفراح وبقى بتشتغل في المناسبات الوطنية وكل حاجة. مثلا يعني مثلا دي من الاغاني اللي فضلت يعني مستمره وفضلت ان هي هيت او فضلت ان هي ناجحه فيما بعد المنتج نفسه. يعني ممكن نبقى اصلا ماشي كلنا فاكرين طبعا هيش كنت اتطلعت كل حاجه، بس في الاخر هي الاغنيه حلوه، هي الاغنيه فعلا معموله حلو جدا جدا والاوديو بتاعها حلو جدا لدرجه ان انا بقول لكم بقت ناجحه وبقت بتشتغل في افراح وبتشتغل في مناسبات وهكذا. يعني هنرجع بقى لورا شويه، ده في الماضي القريب، خلينا بقى نروح للماضي البعيد ونروح على طول على ضد أيوة. المية ضد النار ضد الحشرة والصرصار ده بالتقسيط تقسيط تقسيط yeah. المهم يعني اللي فكرك بالاعلان ده اول اعلان او من اوائل الاعلانات اللي على القائمه في الاعلانات والجمل اللي ما تتنسيش في الثمانينات والتسعينيات. يمكن زي ما قلنا احنا عندنا تحديدا الجيل ده سواء الثمانينات والتسعينيات كان جيل الاعلانات التلفزيونيه بدون منازع، كان ليها الحظ الاوفر في الانتشار وقتها. لو تفتكروا كان القنوات محدوده زي ما كان بتكلم مريم كان قبل الدش، فكان القنوات محدوده جدا، فكان فعلا الاعلانات بتتعاد وهي هي و واقع لابد منه وهتشوفها يعني هتشوفها وهتحفظها يعني هتحفظها. لكن كان في تركيز يمكن هيفيدنا في ده ضيفنا اللي هيكون معانا في الساعه الثانيه، هيكون معانا احمد عماد وهو خبير في هذا المجال وايضا كمان هو بيكتب بلوجز وحاجات كده برضه ليها علاقه بالاعلانات وبيقعد بقى يقارن ويتكلم في القصه دي، فهيفيدنا في قصه الجينجلز وفي قصه كمان الاغاني اللي كانت بتتعمل وهي مدرسه ونوع من مدارس يمكن اللي كان متميز فيها جدا هو الاعلامي والاعلاني الكبير طارق نور طبعاً. اللي كان هو ينسب ليه ان هو يمكن دخل مش بس فكره الاغاني او الاغنيه اللي في الاعلان لكن كمان فكره الشكل الحديث او المعاصر شويه للاعلانات في التلفزيون المصري، وبدا ده على فكره في الراديو. هو عمل كده في الاذاعه الاول ولما الموضوع نجح معاه قرر ان هو ينتقل بالتجربه دي الى التلفزيون. هو قدم اول اعلان على الاذاعه المصريه بالانجليزي كمان وقتها فعلا. طب تفتكر ان النجاح ده
كان علشان فكرة الجينجل نفسها أو فكرة إن الإعلان له أغنية، مع إن دي حاجة قديمة جدا على فكرة يعني، وأهالينا يقولوا لك الإعلانات اللي كانت 10 دقايق وربع ساعة وكرتون والحاجات دي كلها، وأنا الميلامين أنا جامد ومتين كل ده، لكن فكرة إنها كانت أغاني مشهورة بالظبط وتعلق في برضو إن هو كان بياخد أغاني مشهورة جدا ويعمل إعلان يعني إعلان عادي يعني، مثلا أم طاقية حمراء مثلا تم اكتشاف مؤخرا، انا ما كنتش عارف إيه؟ وانا كنت بعشق الاغنيه دي، انا بحبها حذر دي سيلين ديون، محدش يعرف انت كنت تسمع سيلين ديون، كنت بسمعها بس طيب. انا صغير قوي وانا في ثانويه عامه مثلا يمكن او بعدها بشويه ما بصي من الاخر يعني زي كل الجيل الشباب المصري اللي عارف سيلين ديون بعد تايتانيك يعني أصلاً. مش هنحور ومش هنستعبط يا جماعه كلنا، انا عن نفسي عرفت سيلين ديون بعد تايتانيك مش هنصيع يعني، انا كنت قديمه في سيلين ديون الحقيقه، بس هي حاجه برضه مش خوره قوي بيها ومش حاجه عاديه يعني، مش حاجه طبيعيه تبقى عارف سيلين ديون كطفله كده في العادي في المطلق، دي مش حاجه طبيعيه لا، بس بوب ميوزك يعني عامه اللي كان بيحب محدش عارف ان دي كانت اغنيه يعني المنتج ده هي اغنيه سيلين ديون وهكذا بقى، زي ما قلنا ضد النار يا ضد النار كانت ايوه بالظبط بيضا ما علينا بقى. طب برضو كان في جمله مشهوره جدا، انسى يا عمرو انسى يا عمرو رغم مرور 20 سنة إلا إن عمرو لسه ما شفتش العصير يعني. ثانية واحدة، احنا ممكن نقف بس عند النقطة دي شوية ونتكلم في فكرة إن انسى يا عمرو بقاله 20 سنة. تا 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 20 سنة يا أحمد، يا أم أحمد هاتي ابنك أحمد، حوشي ابنك أحمد، اعملي هاتي ابنك أحمد عشان توديه العين يعني، ده هي دريم العين، يا أم أحمد هاتي ابنك أحمد ليه؟ أنا عامل عبيط علشان أنا فاكر يعني ده كان عامل امبارح، وفاكر الشخص اللي عمرو الحجر منقفي عليه في الإعلان بس مش فاهمة يعني. قالوا لنا أنتوا بقى إيه الإعلانات اللي أنتوا فاكرينها من وأنتوا صغيرين، ولو أنتوا كنتوا صغيرين حتى في سنة 2000 عادي برضو حقكم يعني. لسه معاكم على ميجا اف ام وبنفتكر ذكريات الاعلانات، حلقه خاصه جدا من الميموريز بتاعتنا او من ذكرياتنا في اعلانات التمانينات والتسعينيات. ليه؟ علشان هنوصل معاكم للساعه الثانيه للحديث اللي شغل ناس كتيره جدا في اواخر ايام في رمضان، وحتى دلوقتي حتى لما عدى رمضان لازلنا بنتكلم عنه، لازلنا بنتكلم على فكره الاعلانات، ولازلنا بنتكلم على فكره منتج الالبان اللي عمل وقلب الدنيا والدوله لما تدخلت عشان تمنع اعلان وكل ده. فلقينا انه احنا كمشاهد مصري واحنا كبرنامج معنيين في الاول وفي الاخر وموجودين مع الناس، والسوشيال ميديا جزء من حياتنا تماما، واحنا برضو في الاول وفي الاخر معاكم، فكان لازم نفتح الكلام ده لانه ناس كتير جدا بتسمعنا ممكن يكونوا كمان لهم علاقه مش بس بصناعه الاعلان، ممكن يكون لهم علاقه بالمنتجات نفسها مش شركات، هي حاجه في الاخر حلقه بتكمل بعض. 1927 رقم الاس ام اس، او بيكلمونا على 38 35 962 او الفيسبوك فان بيج المذيعين المتحدين. تعالى كده نشوف انتوا بتقولوا ايه على الاعلانات اللي انتوا فاكرينها. فين طيب اعلان وليد بيقول بستك 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 ناو بتاع الشوكولاته اللي واكله الجو مثلا. الشوكولاته دي لسه موجوده؟ لسه موجوده عشان كده ما اقولش اسمها. طيب ماشي، عشان برضو ايه الواحد يبقى عارف. فاحتك بالامر هتجوز هتجوز. الاعلان ده كان فظيع. الاعلان ده كان حلو جدا، وكان فيه قاتل اعلان قاتل الناموسة قديم جدا، الراجل اللي لابس فانيلا ده كان ناموس عمال يقرص يا اخويا مش عارف انام منه يا اخويا مش عارف انام. وبعدين بقى لا لا ده اسم القرص لا لا نام احب اقول لكم حاجه، ده بالظبط بقى مثل للاغنيه العالميه المعروفه اللي اتعمل بيها الاغنيه بقى اصلا بيتلز اللي هي I feel fine. لا love with me and I feel fine. انت عارف ان انا بسمع انا بحب البيتلز، دي حاجه معروفه للشعب وبسمع بيتلز كتير وعارف الاغنيه دي من اوائل كمان البيتلز، هي ايام الحاجات يلا بينا نعمل حاجات خفيفه وكده الستينات اوائل الستينات. انت عارف ما عادش خالص ان هي دي الاغنيه ازاي يعني؟ ما تفهميش ده وبعد اسمعها اقول اي نو يعني انا عارف الاغنيه دي، انا عارف الاغنيه دي منين؟ لا لا من الناموسه يعني الناموس يعني انت عرفتها من شوفي الجهل يعني انت عرفت ثانية واحدة انت عرفت الاغنيه دي من الاعلان؟ لا اوكي يعني عرفتها وانا صغير نقطة من اول الصوت سمعت البيتلز لما كنت اكبر شوية وانا بسمع الاغنيه مع البيتلز عمال اقول انا عارف يا جماعة انا عارف التيوب ده انا عارف التيوب ده. المهم عندكم برضو ياسمين عبد العزيز الاعلان العظيم وهي صغيرة لكن هي لا 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 ايوه طبعا هي
انا كنت دايما بحس ان انا شبهها قوي. لا 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 هي بدات وهي صغيره جدا, وهي اصلا ده كانت بدايه ظهورها مبدئيا. طب يعني الاعلان بتاع الشوكولاته لا مش فاكره ده كان... ايوه صح ده كان كرتون. مش عارفين العريس ايش معنى تبقى جوازه ده كان نفس المنتج برضو بتاع ماشي. عندك برضو اعلان بتاع انا بقى ده اللوع, ده بقى حاجاتك مؤخرة ايه ده دنيا سمين غانم انا بقى ده اللوع طافي كل انا بغير دولابي, اللي هي كانت بتعمل كاركترز مختلفة وكان مفروض كل واحد احنا نعمل فوتنج على الكاركتر المفضل اللي هي كانت عاملة دلوعة ايوه المدرسه ما اعرفش ايه ايوه ده كان عاجب برضو الناس من اللي كانوا في طفولتهم يعني او مراهقتهم ما علينا. برضو عندكم بقى تعالوا كده نفتكر حاجات تانية بس قال لسه معاكم على ميجا اف ام ولسه بنتكلم معاكم على اعلانات زمان واعلانات دلوقتي, وخلاص فاضل دقايق قليله جدا ونخش على البريك, عشان كده لازم دلوقتي نفكركم بسؤال البريك. سؤال البريك بيقول مين الفنان اللي بطبيعته تلقائي؟ بالظبط كده مين الحقيقة الفنان؟ مين ايمن بتتألق في أسئلة البريك يعني الحقيقة بتبدع على سيرة الناس اللي بتبدع وبتتألق والإعلانات اللي عدى عليها 20 و30 سنة وحاجات يعني الإعلان اللي هنتكلم عليه دلوقتي ده أكيد عدى عليه 30 سنة. محمود ده يا محمود؟ محمود إيه ده يا محمود؟ يعني كل الناس 30 سنة كل سنة. الناس عدى عليها الاعلان ده او سمعت الاعلان ده او اللي ما عاصرهوش وما شافوهوش هيلاقي ان اهله كانوا بيتكلموا عليه, او يعني جمله كلنا عارفينها بقت خلاص في كل بيت محمود ايه ده يا محمود. وطبعا احتكم الامر زي ما كنا بنتكلم من شويه انا مش شايف بروبلم وهتجيب جاهزي منين بالظبط كده. وطبعا لو تفتكروا الاعلان بتاع الراجل مش بس بكلمته, الراجل برعايته لبيته واسرته. ايوه تصفيق 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 حاد بالظبط كده. الحقيقه يمكن دي كانت وده جزء كان من حملات كثيره جدا, حملات كانت بتدعمها الدوله بشكل كبير جدا بالهارس يا بالهارس يا وانت يا ست يا قاعده وناسيه ناسيه ان الدوده هنا ناسيه دوده ايه ده موجوده تحت الميه. يعني اولا طبعا الاعلانات كانت طويله مش قصيره على فكره, بتفكروا فيها طويله مش قصيره ومفصله جدا يعني كان بيطلع بقى كرتون ويترسم ويشوف الدوده دي فين وممكن تاذينا ازاي وتدخل جسم البني ادم ازاي و و و و حاجه من الحاجات اللي انا في رايي الشخصي يعني برضو اتغيرت بالشكل اللي هي يعتبر اثر على الناس بالسالب في رايي, ان من كتر ما الايرنج تايم او الاسعار اللي بتدفع في وقت الاعلان نفسه على الشاشه يعني في البيك اوز كمان بتكون النتيجه ان ما ينفعش الاعلان يبقى طويل ومفسر و و و ولازم يبقى قصير لانه هيبقى غالي جدا لو كان طويل, فما بقاش في الحته دي. الاعلانات بتاعت التوعيه زمان كل الناس فاكراها. بصي هو انا مثلا كان في السنه دي حمله قويه جدا اكتر من حمله الحقيقه, كان في حمله توفير الكهرباء وكان في حمله وكان في حمله للمنتج المصري والمنتج الاجنبي, الحملتين دول كانوا برده من فكر شويه يعني يمكن كانوا برده من فكره الـ يعني هنقول ايه كان فيهم مدرسه قديمه الى حد ما زي اعلان الضرايب من كام سنه برده كان نفس ويمكن برده ده اتجاه زي ما قلنا تاني لاعلانات زي ما بتفكرنا اول مش الاعلانات دي افتكرنا على طول الاعلانات اللي هنسميها اعلانات موجهه او اعلانات مدعومه شويه في اطار انه الدوله بيبقى ليها دور هنا ان هي تحاول ان هي تبقى مش بس كل حاجه منتجات 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 اشتري 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 استهلاكي استهلاكي استهلاكي, لا كمان يكون في استغلال للوقت الذروه الناس كلها بتتفرج فيه على التلفزيون ده وفي رمضان ان كمان يبقى في حاجه مفيده وحاجه ليها معنى يعني. واللذيذ كمان في الموضوع ان هو مش عباره عن ما تعملوش ده واعملوا ده وما تعمل, لا هو كان في شرح تفصيلي انه ليه يا جماعه المنتجات بتغلى علشان الكهرباء وبنستورد وقعدوا يشرحوا كل حاجه فالواحد بقى فاهم. ومش بس كده ده حصل بعد ما بدا فعليا حل ازمه الكهرباء يعني ما قالكش كده والكهرباء لسه بتقطع من 3 سنين وانت كنت تعبان ومش طايق كنت لا يمكن كنت هتسمع الاعلان ده صح. لكن هو حل لك المشكله ودي حاجه انجاز حقيقه يعني لازم نعترف بيه انجاز. انا احب اقول لكم انا ما كنتش متصوره بس انا من ساعه الاعلانات دي انا بخلي بالي انا بشيل كل حاجه يعني بشحن التليفون بالزبط. اول ما بخلص بروح شايل الشحن من الفيشه. فانجاز للدوله كبير جدا ان هي فعلا تمك تقريبا القضاء على ازمه الكهرباء يعني الا في مناظر. ومش بس كده كان بعد ما قضينا على الموضوع عندك بقى كهرباء, طب بقول لك ايه ما تخلي بالك بقى عليها شوف بقى انت اتقرصت ازاي خلي بالك عليها بالزبط. فلا حاجه محترمه جدا الحقيقه. خلاص دقايق ونكون مع البريك. رولا زكي بتحبك عينيا
ورجع لكم تاني. وخلاص وصلنا للحظة الحاسمة، وصلنا ل دلوقتي البريك في شركة المذيعين المتحدين على ميجا اف ام. ماشي تمام اوكي، بريك بقى فنسكت. بريك خالص، نسكت بقى خالص. البريك كان النهارده السؤال كان بيقول ايه؟ السؤال كان بيقول مين الفنان اللي بطبيعته وتلقائي؟ بالظبط كده، انا بطبيعتي وتلقائي منانا موتي وسمي. مش مهم يعني. الفنان هو وائل جسار، وعلشان كده كانت اجابات كتير جدا الحقيقه، وكانت سهله يعني، واضح ان هو كان سهل جدا جدا جدا. عايز اقول لكم على الاس ام اس احمد السعدي، طبعا وحشتنا جدا يا احمد. امبارح كنت بفكر فين احمد السعدي، بس احنا الحقيقه الاس ام اس امبارح عندنا كان عامل فقره كده، فما كنتش عارفه العيب مننا ولا من احمد السعدي مثلا. على فكره يعني ده موضوع جانبي يعني، والي خلاص، والي بعت لنا مسجز من رقم اخره 5-1. انت بعت لنا مسجز يا والي ما عدا اعلان الناموسه، انت بعت مسج قبلها وبعدها احنا مش منها حاجه يعني، في شيكا واتنج ان شو مي هاير از تيل نيو از، لا احنا مش فاهمين حاجه خالص. وبعدين واحده في الاول خالص بقى كانت فزوره يعني عروسك. يعني عامه حاول دايما بيبقى اسهل يا جماعه انك تكتبوا مسج بالعربي عادي لو هو الكلام عربي، لانه في حاجه بتتحسب بتتلخبط يعني. وليد برضو قال الاجابه صحيحه. اسراء محمد، بشرى و مين تاني ده مبدئيا كده على السيمس بالظبط كده. اما بقى على الفان بيج بتاعتنا وهي المذيعين المتحدين، ايوه تعالوا كده هتلاقوا في مسجز برضو ناس كتير جدا بعتت، زي مثلا محمود خالد كالعادة وموني التونسي. طيب على الوال كان فيه اجابات ولا لا؟ اداكوا النهارده ايه يا جماعه؟ ايه لا الوال ما كانش فيه، احنا كناش حاطين سؤال على الوال. ترى فعلا ترى. طيب الاغنيه لمين يا استاذه مريم؟ انت اللي قاعد على المكسر. انا عندي كده يعني اقتراح، ايوه ان نهديها لاسراء محمد. ماشي قشطه، انا موافقه. ماشي خليكم معانا عشان خلاص بعد الفصل، وبعد ما رجعنا بقى لزمان وقعدنا نفكر في زمان شويه ونشوف اعلانات وكده، تعالوا نشوف بقى من زمان لدلوقتي ايه اللي حصل، ايه اللي اتغير في صناعه الاعلان في مصر اللي هي واحده من اهم واكثر الصناعات الرائده في العالم العربي، لم تكن هي اهم صناعه كانت للاعلان في منطقه العالم العربي، وكانت بتقدم حتى وهنتكلم في ده مع ضيفنا بعد شويه. كانت هي اللي مصر كانت المركز الرئيسي للاعلان في بلاد العربية كلها تقريبا لحد فترة قليلة جدا يعني، حتى سنوات قليلة فاتت. ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي خدناه من العالم؟ احنا اتطورنا ازاي؟ احنا النهارده بناخد جوائز عالمية يعني، بغض النظر بقى عن رأي ورأيك والسوشيال ميديا والكلام ده كله، لكن احنا النهارده بناخد جوائز عالمية في الاعلان، وبنتنافس مع شركات عالمية، وبناخد وبنحصد جوائز كبيرة جدا. طب ليه تفتكروا رحنا فين؟ كل هيكون مع ضيفنا احمد عماد، خليكم معانا وهنسالكم بقى سؤال في الساعه الثانيه. وعدنا مرة أخرى، بنبدأ الساعة الثانية من المذيعين المتحدين، وزي ما قلنا لكم إن الساعة الثانية النهاردة هتكون مراقبة الجودة، ومش مش منفصلة خالص عن اللي بنتكلم فيه من أول الحلقة، بنتكلم عن مراقبة جودة المنتج الإعلاني، الإعلانات التلفزيونية والإعلانات اللي موجودة بكل أشكالها، بس تحديدا يمكن هنركز على التلفزيون، وهركز برضو على الديجيتال اللي هو بقى جزء وواقع من القصة دي. السنة دي وصل الأمر إلى تدخل كبير ومهم لمنع اعلانات، فعلى سبيل المثال او بشكل تاني كمان، كان في مناقشات كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وكان بيتم تناول موضوع الاعلانات التلفزيونية زي ما بالظبط بنقيم العمل الفني والمسلسل، زي ما كنا بنتكلم على ايه ده، بص يسرى عاملة دور شرير، وبص مش عارف جراند اوتيل عامل ازاي، زي مثلا ايه ده الاعلان ده ازاي قال كده، وايه السخافة دي، وايه الجمال ده، ولو اغنية نجحت الاغنية كانت بتعلق في ودنا، والناس كانت بتعمل شير وتقول الله يا سلام الاعلان ده راقي واغنيته بسيطة وعشان كده نجح و علق مع الناس. كل ده هنتكلم فيه، وكان لازم يبقى معانا اكسبرت، كان لازم يبقى معانا خبير في هذا الموضوع، عشان كده انا دلوقتي برحب بضيفي، وهو مش بس ان هو في وظيفته او بحكم وظيفته وبحكم الكارير بتاعه هو معني بالقصه دي، غير كده كمان هو كان بقاله كذا سنه بيشتغل في ان هو يعمل بلوج، كان بيعمل كده مدونه على الانترنت، بدات كده بشكل عادي ستاتس على الفيسبوك كده، ومع الوقت طور الى انه لا ان مش صحابه بس اللي بقى بيعملوا لها شير، الناس كمان بقت بتعمل لها شير علشان فيها
تفصيل وريفيو لكل اعلان ليه كان حلو وليه كان وحش ونجح مع مين وما نجحش مع مين، لدرجه ان بعد كده واحده من المنتديات كان سكوب امباير صح اعتقد خلتها يعني خدت منه الموضوع دوت وبقى خلاص بقى قسم ثابت. كل سنه مستنيين نعرف احمد عماد هيقول ايه على اعلانات السنه. النهارده برحب بضيفي مدير اقليمي للدعايه والاعلان شركه مونديريز العالميه احمد عماد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ عامل ايه كده؟ انت طيبين وانت طيب جدا جدا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. طيب كويس. انتوا سمعنا من اول الحلقه واحنا كنا قصدنا ان احنا نتكلم على الاعلانات زمان لانه كنا عايزين نعرف ايه اللي خلى الناس يعلق معاها اعلانات زمان وعايشه لحد دلوقتي بعدها ب 20 30 سنه. فرأيك انت ايه اللي مخلي اعلانات بقى لها 20 و30 سنه عايشه لحد دلوقتي؟ والله هو فكره ان انت النوستالجيا او حته ان انت الحاجه القديمه دايما بتبقى احلى وبتفكرك بزمن كويس وايه ده الله اعلان المنتج الفلاني وانا كنت قاعد في بيت جدتي باكل البطيخ بعد الغداء والحاجات دي. في ناس بتحب تفتكر ده وبتكونكت معاه تمام، بس مش معنى كده انه ساعتها كان اوحش او دلوقتي كان اوحش. هو التطور الطبيعي للحاجه الساعه من نتكلم عن الاعلانات يعني هو الحنين للماضي ونقطه يعني مثلا دي جمله كل الناس بتستخدمها خلاص انت الاعلان التطور الطبيعي للحاجه الساعه. الاعلان بيتحول من مجرد رسالة دعائية إلى زي ما أنت قلت بالضبط هو عمل فني. عمل فني الناس بتستعمله في كلامها، بتستعمله في حياتها اليومية، بيعلق معاها، اللي منها حلو بيكمل، اللي مش أحسن حاجة بيتنسي مع الوقت. بس هي الفكرة إنه كنا تكلموا على نقطة قبل في اللينك اللي أثنك التاني أو التالت على نقطة إن إحنا كنا زمان بنعمل جينجل أو فورمات الأغنية وبعدين بقى كذا وبعدين بقى كذا. هو ده الطبيعي. أنت لو شايف الإعلانات في آخر مثلا 5 لـ7 سنين أو رجوعا اكتر حتى الوقت الاغنية، ان الاغنية كان زمان كان في فرق بين ان انت عايز تعمل اعلان يعلق مع الناس لمجرد الناس تفتكره او ان انت تقول يعني تعمل اعلان حاجة معينة يوصل المنتج ده بيعمل ايه او بيشتغل ايه. انت لو يعني لو فكرت في اعلان بيستك ناو انت ممكن تشيل اسم الشوكولاتة وتحط اعلان كاوتش وهتبقى واكل الجو برضو. فهي ما بتقولش حاجة على الاعلان نفسه. شوية شوية ابتدى الموضوع يعني حاليا احنا في مرحلة الاعلان الافي اللي هو اللي هيلقط مع الناس هيعلق مع الناس. احنا بقالنا كتير قوي في المرحلة دي. كم سنة بقالنا في المرحلة؟ بقالنا يعني فوق 7-8 سنين. انا كنت هقول دخلنا في تقريبا قربنا من 10 سنين يعني. مش كتير قوي كتير. وحتى في الفيجوال ستايل او في شكل الاعلان لونه عامل ازاي انت ممكن بقالك يمكن هديت السنه دي شويه بس كان بقالك 5 سنين انت تحس ان الاعلان الكاميرا محطوطه من ورا فلتر انستجرام كل حاجه لونها فوسفور. هي بدات بحد مخرج معين ابتدى في سكه معينه بالزبط. وعمل قلبان لان هو كان جديد في الحته دي ومن كتر ما هو كان جديد بقى كل اللي بيطلع عايز يبقى هذا الشخص يعني. وما ننساش ان في اسماء ومخرجين كبار بيشتغلوا في مجال الاعلانات وجوائز وكل ده يعني. بس هو بقى في نقطه كمان. في نقطه بقى يعني كنا لسه بنتكلم فيها برضو من شويه وعايزه اعرف برضو رايك في الموضوع. فكره انه دلوقتي الاعلان ده في الاول وفي الاخر اعلان هو معمول عشان يبيع منتج معين لفئه معينه ايا كانت الفئه اللي مرتبطه بالمنتج ده تمام، اللي هو زي ما بيقولوا التارجت اودينس بتاعه كويس. ممكن جدا يبقى اعلان كاتشي ويفطس من الضحك وفظيع ونبقى مش فاكرين اصلا المنتج كان ايه. ده مش معناه خالص ان الاعلان ده ناجح، مش كده ولا انا متهيألي؟ بص هي ليها كذا وحده قياس او ليها كذا طريقه ممكن تبص لها. هل انا ببص في الاخر ان انا اعمل اعلان ده عشان اعمل مبيعات ولا عشان اضرب منافس ولا علشان انا عايز الناس تفتكر اسم المنتج؟ في اعلانات بيبقى هدفها ان الناس تفتكر اسم المنتج علشان كمان شهر واثنين وثلاثة تنزل تشتري، مش هدفي ان انا اعمل مبيعات حاليه او مبيعات ايميديت. فهو على حسب الاوبجكتيف وعلى حسب الهدف اللي انت عايزه توصلي له. بنسبه كبيره المفروض ان الاعلان بيعمل ده لانه في الاول وفي الاخر هو قطاع وقطاع كبير يمكن بيشتغل ب 4 مليار جنيه في السنه ودي ده قطاع ضخم جدا من الاقتصاد. بس هي مش فكره ان هو اعلان دمه خفيف وهاها وضحكنا وخلاص. هو في الاخر بيبيع علشان يدور عجله عشان مصانع تشتغل علشان عمال تقبض وهكذا. طيب ايه لو هنتكلم على الجوانب السلبيه والايجابيه في تطور افكار الاعلانات من زمان لدلوقتي؟ زي ما قلنا شكل الاعلان تطور ومسكنا في حاجه طبعا تقنيا هو مش تطور هو يعني قفز يعني. لكن هنتكلم فكره الافكار نفسها. الافكار اتطورت بشكل كبير جدا. ايه هي اهم الجوانب الايجابيه للتطور ده وايه هي الجوانب السلبيه؟ خليك على الـ على الـ على الـ على الهولد الهولد الصوت ده معانا في الحته واحنا كنا سالناكم على البيج عندنا النهارده من اول صفحات ربنا زي ما بيقولوا يعني. سالناكم حطينا كده مجموعه من صور اعلانات كانت السنه دي موجوده وقلنا لكم ايه اكتر اعلان حبيته وايه اكتر اعلان كرهته في 2016. هنطلع فاصل ونرجع نعرف انتوا قلتوا ايه كمان ولسه عندكم وقت برضو تردوا على السؤال ده. ايه اكتر اعلان حبيته وايه اكتر اعلان كرهته في 2016؟ لو حابين
تتكلموا معانا برضو تناقشوا معانا الموضوع على الهواء ممكن تكلمونا على 38 35 962. لسه معانا احمد عماد، الاعلانات في مصر راحت فين ورايحه على فين يا مصر؟ خليكم معانا. ولسه معاكم في مراقبة الجودة، جودة الإعلانات، مفيش بقى حاجة مناسبة في مراقبة الجودة نتكلم عنها عن الإعلانات. يعني منتج، هو ده منتج في حد ذاته. الإعلان النهاردة منتج، منتج زي ما قلنا وعمل فني وبيقيم بالظبط بنفس طريقة التقييم. كنا بنتكلم مع ضيفنا أحمد عماد، وهو زي ما قلت لكم تاني هو يعني متخصص في الموضوع ده، وغير كده كمان ده مجاله في العمل، مش بس كده هو كمان كان بيكتب ودايما لسه بيكتب آراءه وكده بشكل مفصل على السوشيال ميديا. بنتكلم معاه وبنقول له إن أفكار الإعلانات، واتفقنا كلنا إن أفكار الإعلانات اتطورت من زمان لدلوقتي وشكل الصناعة اتغير، ودخل فيها حاجات كتيرة جدا سواء من ناحية الأفكار أو سواء من ناحية التقنيات والتكنولوجي والصورة وكل الكلام ده. السؤال هو كان التطور ده في الأفكار الفظيع ده وفكرة التعقيدات الكتيرة اللي دخلت، هل ده فاد الصناعة دي ولا ممكن يكون من كتر الموضوع بقى في مجهود زيادة على اللزوم تبقى مختلف وتبقى معقد وتبقى بتفكر وتبقى كرييتيف زي ما بيقولوا أو خلاق، ده ضر بالعكس ما فاتش أو بدأ يضر جزئيا على الأقل؟ طيب هو في يعني اللي انت بتقوله ده بيحتمل الـ 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 الرأيين الخطأ والصواب. حتة انه هل الصناعة اتطورت؟ طبعا اتطورت زي ما انت قلت، في من ناحية الانتاج، من ناحية الصورة، من ناحية الكلام ده. طبعا في ناس اكتر مني وخبرة اكتر مني في المجال ده، بس طبعا حصل تطور وطفرة رهيبة من ناحية الافكار ومن ناحية الافكتفنس او هل الاعلان ده بيحقق الهدف بتاعه زي ما كنا بنتكلم من شوية. طبعا لان احنا مصر من اقوى الاسواق في الشرق الاوسط، اذا ما كانش في المنطقه، حتى يعني داخل فيها كمان اوروبا وافريقيا، ان احنا كل سنه بنروح نطلع دبي، نطلع بيروت، نطلع فرنسا في كان، مش نقول يعني ما بنقشش في كان، بس كل بس بيبقى لينا حضور، مشرف جدا، وكل سنه بنكسب دبي وبيروت يعني معظم الوقت اكتساح، يعني خاصه في الاعلان بتاع الفيلم او اعلان التلفزيون عن بقى غير الراديو والمجلات والكلام ده. ليه؟ علشان نقطه مهمه، ليه احنا متميزين في الحته دي؟ عشان عندنا صناعه سينما قديمه وصناعه فن قديمه. طبعا الاعلان تقريبا نفس فكرة صناعة العمل الدرامي سواء كان فيلم او مسلسل. بتجيب كاميرات وبتجيب ستوديو وبتفتح ستوديو اضاءة وكذا وكاست وكرو كل الكلام ده، بس هي النقطة ان هو اسرع. يعني الموضوع ممكن المسلسل يقعد يتصور مثلا في 3 شهور، الاعلان ال 30 ثانية هتصور في يوم ونص. فالموضوع ممكن يعني عندك فرصة ان انت تعمل اعلانات اكتر علشان الوقت بتاع المشروع نفسه بيبقى قليل. فدي طبعا نقطة مهمة جدا. نقطة تانية ان المصري بطبيعته دمه خفيف وبيعرف يوصل المسج وذهنه حاضر وكل الكلام ده، فده بيخلي الكتاب او الكوبي رايترز يطلعوا بافكار دمها خفيف ساعات زي ما انت قلت وزي ما كانت مريم بتقول من شويه، ان هو ساعات الموضوع بيفتح منهم شويه زياده عن اللزوم، اللي هو انت طب هو بيضحك وتمام، بس هو فاهمين بعض بس احنا مش فاهمين هو الاعلان بيقول ايه، هو انا المفروض اعمل ايه دلوقتي كمستهلك؟ ايه المطلوب مني؟ فساعات بتطلع يعني بتشط كده شويه، بس بصفه عامه طبعا الاعلان، صناعه الاعلان اتطورت بشكل قوي جدا. مش هقول الناحيه الثانيه من العمله يعني او الوش الثاني من الحقيقه، بس هو ساعات زي ما قلنا ان الناس ساعات بتسرح زياده عن اللزوم، بيحاول يبقى كرييتيف او 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 بيصيع بفكرته قوي، فبيتوه الاعلان في النص. فالراجل يعني المعلن اللي رايح ودفع فلوس بيجيب اعلان ممكن الناس بتبقى تتكلم عنه، لكن في الاخر ما حققش هدفه او الناس ما اشتريتش من الاخر. فدي ميزه وعيب، بس عشان كده هي محتاجه وكاله اعلان كويسه، محتاجه معلن كويس فاهم هو عايز يقول ايه، لان كرييتيف او شركه الاعلان في الاخر هتاخد الهدف بتاعك وهتطلعه في صوره اعلان، لكن لو انت هدفك من الاول مش باين، ما هو الراجل برضو انت ما تظلموش، ما هو ممكن يطلع حاجه على هدف غير اللي انت عايز تعمله عشان انت كاتبه غلط او انت قايله اللي انت عايز توصل له اصلا غلط من الاول. فهي داخل فيها كذا كذا حد يعني. هي برضو يعني هي البيضه ولا الفرخه يعني. كل اللي انت بتقوله ده صح جدا، بس احنا انا حاسه ان في الفتره اللي فاتت يعني من كتر ما الاعلانات ابتدى يبقى ليها سوق اكبر، لان هي ما بقتش فعلا بس على انه منتج وعايزين نبيعه، لا هو بقى فيلم قصير وانتوا بتكسبوا جوائز وبتسافروا بره تكتسحوا ومش فاهمين وبتاع، فهو فعلا ابتدينا نحس في الاونه الاخيره ان الكرييتيفز او الناس اللي بتكتب الحاجات دي وبتعمل الافكار دي
ابتدوا ينسوا ان ده اعلان انت بتبيع حاجه. هو مش الكلاينت ده او او المعلن ده مش واحد جاي يمول لك فيلمك القصير اللي هيجيب لك جوائز. على فكره هي ساعات كتير قوي بتفلت وبتروح في الحته دي. وحتى لما تلاقي ان حتى لو المعلن عارف هو عايز ايه, كتير جدا بيبقى فيه الكرييتيفز بتوع معلم انت مش فاهم في الشغلانه بتاعتي, انا هقول لك لو سمحت ما توترنيش عشان انا كرييتيف. خلينا بس نوضح للمستمعين اللي مش في الصناعه او مش عارفين يعني ايه, يعني ايه كرييتيف, يعني ايه كرييتيف. هو غير الفرق بينه بالمخرج بس, ما تقول لنا كده. طيب الكرييتيف ده او الشخص اللي هو بيبقى في حاجه اسمها كرييتيف ديبارتمنت او يعني مش عارف يعني الفكره الافكار, قسم الافكار, قسم الافكار. الراجل اللي بيطلع فكره الاعلان بيجي ياخد الهدف او حاجه اسمها البريف. البريف ده بيبقى زي ورقه كده او دوكيمنت, يعني بيقول فيه المعلن ان انا منتجي اسمه كذا كذا كذا, الشريحه العمريه بتاعته كذا, الهدف من الاعلان ده 1 2 3 4, وبيروح يدي الموضوع للشركه. شركه الاعلان بتاخدها, بيقعدوا الناس يفكروا فيه وبيرجعوا له بفكره الاعلان المعينه. بعدها حسب الاتفاق بقى ما بين المعلن وما بين شركة الإعلان, هل الفكرة دي هي أحسن حاجة توصل الرسالة دي ولا لا, وعلى أساسه بنبتدي بقى نخش في تصوير وكذا. الفرق بينه وبين المخرج إن المخرج هو اللي بيطلع الإعلان للنور من حيث هو الكاميرا, هو اللي بينفذ الفكرة بالظبط, هو اللي بينفذ الفكرة من حيث الإضاءة, من حيث التصوير, من حيث المزيكا, من حيث المونتاج, كل الكلام ده. ما بدخلش في الفكرة أو في الستوري بورد أو في الكلام ده. اللي حاصل مؤخرا إن جزء كبير قوي من الأسامي اللي كانت زمان موجودة في الساحة ك الناس بتوع الافكار او اللي هم كرييتيفز تحولوا بقى مخرجين اعلانات. فده بقى بيسهل قوي على الكرييتيف اللي بيطلع الفكره, لان هو عارف ان المخرج معاه على نفس الموجه, هيعرفوا يلقطوا من بعض, لان هو الراجل كان بيعمل شغلانته اصلا وفاهم يعني ايه اعلان. عكس انه في طبعا مخرجين كبار جدا بيعملوا, بيبقوا اصلا مخرجين افلام وبيعملوا او افلام سينما ويعملوا اعلانات, بيبقوا شايفينها بمنظور شويه فني. منظور فني قوي. فهي لنقطتك برضو هو ميكس ما بين الفن والعلم بتاع الماركتينج او المبيعات اللي انت عايزة توصل لها, والكلاينت او المعلن اللي فاهم هو اللي هيعرف يقرب الاتنين من بعض بحيث ان هو يبقى وصل الرسالة بتاعته وفي نفس الوقت يكون سمع مع الجمهور. طب هو دلوقتي هل انا لوحدي اللي حاسه بده, ولا يعني انتوا الاثنين, هسالكم انتوا الاثنين, انتوا حاسين معايا انه واحدنا بنتفرج دلوقتي على اعلانات كده في نشاز معين, في حاجات هم يا اما مش فاهمين بعض, يا اما في حد مش هيكلموا على التاني, يا اما هم الاثنين مش عارفين هم عايزين يتكلموا على ايه, يا اما يعني ايه الخلل اللي حاصل؟ هو في خلل حاصل بس هو يعني جاي في اراء كتير قوي قالت ان السنه دي او الموسم ده كان فعليا هو موسم سيء للاعلان في مصر. في ناس اتكلموا قالوا في كده. والله وانا بصراحه يعني من غير ما حد يزعل مني, انا كان ده رايي برضو الى حد ما كبير. ليه؟ معرفش, مش عارف احط ايدي على ايه المشكله بصراحه, بس هو يمكن غياب بعض المعلنين الاقوياء اللي كنا متعودين عليهم ما كانواش موجودين. ده حصل ليه برضو؟ صحيح ده حصل ليه, علشان شركات المياه الغازيه الاثنين ما كانواش موجودين. الاثنين كانوا موجودين على استحياء يعني اللي هو حاجه خفيفه قوي يعني. مع ان احنا كنا دايما بنستنى كل سنه زي ما كنا بنستنى شركات الاتصالات الكبيره, زي كنا بنشتغل هم كده معروفين شركات الاتصالات الكبيره, شركات المياه الغازيه هم الخمسه الكبار يعني. الخمسه الكبار ايه اللي حصل اولا؟ ليه كان دايما ده وليه اللي اتغير؟ ايه اللي حصل؟ ده فزورة عروستي والله. بص انا مش فزورة رمضان ما عملوه لك فزورة رمضان الاعلانات عملوا لك يعني انا مش متاكد بصراحه من يعني انا ما اعرفش منهم هم ايه اللي ممكن يبقى يعني مثلا في منهم اتجهوا لفكره ان الفلوس اللي احنا عملنا بيها الاعلان دي مثلا هنتجه بيها ان شايفين ان دي حرام فاحنا هنبني كرة وهنعمل حاجات خيريه مثلا. ده كان اتجاه. بس هو مع احترامي للاتجاه الهايل ده, ويعني لو مسموح لي ان انا اقول كده, انا حاسه ان هم زنقوا نفسهم زنقه. لان انت طب هتعمل ايه بعد السنه اللي جايه واللي بعديها واللي بعديها؟ يعني هتعمل ايه؟ هيفضل دايما المستخدم مستني منك ان انت تطلع تقول ان انت هتعمل كده السنه دي كل سنه. بس هي انت لو جيت تعلن فجاه هحس اخس عليك كده تتخلى عن الكره يعني. علشان كده الاعلان اللي هو عمله السنه دي كان لازم يرجع يقول فاكرين السنه اللي فاتت لما انا قلت ماشي كذا. بس هي دي لعبه بقى, عملت وعملت ماشي وعملت. دي لعبه السنه دي اللي بترد على السنه اللي فاتت والسنه الجايه. لا بعدها واللي بعدها يعني هي ده مثال. بس برضو بشكل عام كان في اختفاء للشركات دي, ليه تفتكر؟ ما يتقليش ان هي مشكلة ميزانيات, يمكن لشركات اصغر شوية تبقى مشكلة ميزانيات. يعني انا مثلا اعلاناتنا اللي احنا عملناها السنة دي من حلويات وخلافه نزلت ونزلنا وصورنا وعملنا كل حاجة, بس نزلت ديجيتال ميديا سواء فيسبوك او يوتيوب او كذا, لان اعلان التلفزيون بقى غالي بشكل مبالغ فيه. يعني انت ممكن تدفع في رمضان من 15 ل 20 ضعف اللي انت بتدفعه في الشهر العادي, فده
حمل كبير قوي على اي بادجت لاي شركه معلنه. فانا ليه ادفع كل الفلوس دي النهارده في رمضان على من ملايين في دقيقه؟ تمام، بس انا هتشاف من ملايين في دقيقه في وسط 47 معلن تاني في اد بريك مدته ساعه الا ثلث. ولما الاعلان بينجح للدرجه دي، انت بتعرف ازاي ان هو نجح للدرجه دي؟ لما بتلاقيه الناس كلها حاطاه اونلاين. طب ما تسبق وتروح اونلاين والفلوس الزياده دي اعمل بيها اعلان اقوى ويعني ودي نقطه مهمه بالنسبه لظهور الديجيتال ميديا او الانترنت عامه كوسيط اعلامي في اخر كام سنه، انه الديجيتال بيديك مساحه تتحرك، مساحه من ان انت تعرف الاعلان بتاعك دلوقتي نجح ولا لا من الكومنتس بتاعت الناس، تشوف الناس عامله شير قد ايه او الانتشار بتاعه قد ايه. ومن ناحيه تانية انا عايز اوصل للشخص اللي شاف اعلاني اللي فات 3 مرات على الاقل. فانت بتخش في تفاصيل ان انا عايز، لو انا عايز اوصل ل 300 واحد انا هوصل ل 300، لو انا عايز اوصل ل 90 مليون هوصل لهم. فهو الحته بتاعت التارجتنج او ان انت ازاي بتوصل للشريحه اللي انت مستهدفها سهله قوي 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 في الانترنت، عن ان انت تعمل اعلان تلفزيون زي ما انت قلت بيشوفوه ملايين. يمكن انا مش عايز ملايين، يمكن انا عايز 2000 واحد. محدد اكتر. انا متاكد ان كلكم مستنيين تعرفوا الناس رايها ايه. تعالوا كده اقول لكم على شويه من الاراء ونطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني نكمل بقيه الاراء. مبدئيا كده على الفيسبوك، ميلاد سامي بيقول الاعلان بتاع فهمي وابو حفيظه مش بس هو يعني اللي هو طبعا اعلامي اكرم حسني، كمان اعلان اكرم وفهمي. الاعلان ده في كذا كومنت جه عليه. عندك برضو حبيت الاعلان اللي فيه النجوم الكتير ليلى علوي وسعاد يونس ومش عارف ايه، حبيت الاعلان ده قوي. الاعلان اللي كنت بحب اسمعه كان بتاع اعلان النني عشان الولاد الصغيرين، عسل قوي. وما بحبش الاعلان اللي كان فيه فهمي وحفيظه. اكتر اعلان ما حبيتوش كان اعلان الحاجه زينب. على الصعيد التاني في حد بيقول اعلان الحاجه زينب اعلان حلو جدا. اكتر اعلان حبيته كان برضو بتاع محمد صلاح تخيل، واعتقد ان ده كان حاجه لطيفه جدا برضو. معظم الاعلانات كانت حلوه برضو. اعلان محمد صلاح مش بتاع الادمان الثاني، وبرده بتاع احمد فهمي وابو حفيظه. واكتر اعلان كرهته كان بتاع اللبن اللي فيه الاطفال، وده كان عليه جدال كبير جدا برده. كذا كومنت الحقيقه داخلين في الحته دي. اكتر اعلان عجبني كان دكتور مجدي يعقوب، اللي هو ارسم اللي بيغني القلب واضحك على الشبابيك. بالظبط كده، بصراحه تحفه. اكتر اعلان حبيته كان ماجد الكدواني واحمد عز، كان دمه خفيف. واكتر اعلان كرهته كان بتاع الحاجه زينب. اكتر اعلان حبيته بتاع دكتور مجدي يعقوب برده. كل الكومنتس جت من نادر ميرو، جونيور جمال، نوزة أميرة، محمد إسلام، الطحاوي، صلاح صابر وغيرهم. دي عينة كده عشوائية من الإجابات، خليكم عليها كده، وهخلي برضو أحمد يفكر فيها. وحنسمع دلوقتي عاد فتح الجريني ده حبيبي. وما تنسوش سؤالنا ليكم، هو بيقول ايه أكتر إعلان حبيته وأكتر إعلان كرهته في رمضان 2016؟ صناعة الإعلان في مصر أخبارها ايه ورايحة على فين؟ لسه معاكم. رجع لكم تاني. ومراقبة الجودة في المذيعين المتحدين، احنا شركة لازم نشوف الناس بتتكلم في ايه. فلقينا الناس كلها بتتكلم صوت الشارع، فلقينا الناس كلها صوت الشارع يعني تبح في الاعلانات وفي مستوى الاعلانات وتقييم الاعلانات، وحصل منع لبعض الاعلانات وهكذا. وسألناكم وقلنا لكم ايه اللي انتوا شايفينه، ايه اكتر اعلان عجبكم في 2016 في موسم، ودايما هو السيزن بيسموه السيزن اللي هو موسم رمضان، ده اللي بيطلع فيه الاعلانات الجديدة كلها، وده اللي بيتم التقييم فيه على اساسه يعني السوق ماشي ازاي. يا جماعه اعلان احمد فهمي واكرم حسني مكتسح الكومنتس ليه بقى؟ يعني ده سؤالنا اللي ضفنا النهارده احمد عماد. ليه اولا شايف بشكل عام كده راي الناس، عشان ما بقاش محددين في اعلان واحد عشان يعني خالص، بس خلينا نقول ان فعلا الاتجاه العام كان ان من اكتر الاعلانات اللي كانت اجابه مشتركه بين كل اللي بعتوا لنا لحد دلوقتي هو اعلان احمد فهمي واكرم حسني. السؤال هو بشكل عام قبل ما نخش في ليه الاعلان ده تفتكر نجح مع الناس، ايه اللي كان في رايك الكومنتس اللي شايفها دي الايجابي والسلبي، شايفها ازاي؟ شايف الناس بتقول ايه ومقارنه انت بقى بالصناع شايفين ايه؟ طيب هو الاعلان ما فيش اختلاف ان هو اعلان حلو، بس انا شايفه اعلان اتظلم. ليه؟ علشان علشان هو اعلان حلو قوي طلع في سيزن متوسط، مش هقول وحش بس طلع في سيزون متوسط، بس ما يعني ما يخليش الاعلان ده احسن الوحشين. بالعكس مش ده يظهره اكتر، يظهره اكتر، بس لو كان في منافسه اعلى وهو برضو
عالي كان هيبقى اقوى. عشان كده بقول لك اتظلم لان هو المفروض يقارن بكويس مش يتقارن بالمتوسط. مفهوم. فطبعا الناس الكومنتس اللي انت حطيتها او الناس يعني بعتها على فيسبوك وعلى الاس ام اسز طبعا ده يعكس كتير قوي من الناس فعلا حساه. وده رايي انا الشخصي بصراحه ان فعلا الاعلان بتاع شركه المحمول بتاعه اكرم حسني واحمد فهمي كان اعلان هايل على كل الاصعده. اعلان خفيف الناس حبته، اغنيته سهله معلقه اوريدي مع الناس، الناس عارفه الاغنيه وعارفه اللحن بتاعها، الكتابه يعني رائعه ان هو لما يقول لك سلسه بطريقه مش طبيعيه سلسه بالمواقف. يعني انت لو جيت قسمت الاعلان ده عامل ازاي، هو جاب لك اعلان عن الزحمه والمأساة اللي الناس بتعيشها في الزحمه كل يوم، اعلان تاني عن الكوره بكل اشكالها سواء لعب كوره في الشارع، لعب دورات رمضانيه، بيبي فوت بعد الفطار، بلاي ستيشن ايا كان، او اعلان العذاب اللي انت بتتعذبه وانت صايم في رمضان وقاعد على البحر ومش عارف لا تاكل ولا تشرب ولا تنزل ميه حتى، فالعمليه مؤلمه. فهو قسمهم كده في باكتس او في ثلاث مواقف مختلفه، وعلى اساسه الكتابه حصلت، الكتابه اللي ماشيه مع لحن الاغنيه اللي في نفس الوقت عايزه توري الـ الرساله اللي هو بيقولها. فالثلاثه مع بعض مع اختيار النجمين كان موفق جدا جدا. الاغنيه اللي في الاخر خفيفه وعلقت مع الناس جامد قوي، عكس ممكن ناس تانية تكون عملت اغاني وما علقتش مع الناس. بس الكومبينه دي كلها على بعض نجحت ان هي تخلي الاعلان ده لما انت تبقى معدي في الشارع وفي محل او قهوه مشغل الاعلان، انت هتقف تتفرج عليه 20 ثانيه وتكمل مشيك عادي. فهو السهل الممتنع يعني مش طيب. عارف ايه بالظبط اللي فيه، بس هو كله يبقى ده يبقى دي حاله خاصه بالاعلان ده، لان انا كنت حاسس برضو او يمكن كنت بفكر انه يمكن من اسرار ان الناس كانت بتجي على الاعلان البسيط، الاعلان السهل، الاعلان اللي بيرجعنا. انا كنت في رايي الشخصي بصراحه انا شايف الاعلان ده لو كان نجح ليه نجح، عشان خاطر هو بيرجعنا تاني للفورما اللي احنا اتكلمنا عنها في اعلانات الثمانينات والتسعينات بشكل كبير، اللي هي الاغنيه البسيطه والحاجه اللي تعلق في الودن والمواقف الطبيعيه جدا اللي احنا بنعيشها كل يوم، اللي هي كانت جزء من المدرسه شفناها تحديدا في اواخر التسعينات تحديدا واوائل الالفينات في صناعه الاعلان، واللي كان بيترقصها ونجم نجومها طارق نور بدون منازع يعني. خلاص انا شايف ان رجوع الفورمات دي في شكل الاعلان ده اللي هو مش عايز يتفلسف ومش عايز يعمل حاجه زي ما قلنا بره الصندوق بشكل كبير جدا لدرجه انها بقت مش مفهومه، اعتقد ان ده اشتياق من الناس للبساطه وكده. وكان جاي لنا مسج دلوقتي بتقول العنف كمان، دي حاجه تانية، ليه الاعلان بقى فيها عنف بكل الاشكال؟ وعلى فكره العنف مش شرط يبقى عنف جسدي، هو ممكن يبقى عنف لفظي، عنف والكلام ده يعني انواع كتير من العنف يعني. وده يمكن اللي زعل ناس كتير قوي من اعلان الاطفال، ان هما شافوا انه ليه الاطفال بيتحطوا في اطار كبير قوي للدرجه دي يضيع طفولتهم مثلا. برضو رايك ايه في ان الناس كتير جدا هجمت الاعلان ده؟ بص هي مش فكره هجمه الاعلان كمنتج او الاعلان ده بالذات، هما مش عاجباهم الفكره او مش عاجبهم انه ممكن يبقى فيه مثلا زي ما انت قلت عنف لفظي او اجريشن شويه في الكلام او في طريقه الكلام، حتى بعيدا عن شويه الفاظ ممكن تبقى اتقالت والناس اعترضت عليها، بس حتى طريقه الكلام نفسها كانت برضو غريبه شويه فجه شويه على طفل. الفكره انه الاعلان عامه اي اعلان في الدنيا هل عليه مسؤوليه تجاه الكوميونتي او المجتمع اللي هو شغال فيه؟ طبعا زيه زي الافلام، زيه زي الاغاني، زيه زي الكلام ده. بس هي الفكره ان انت عندك في السينما في او بيحاولوا يبقى في فيلم للكبار فقط او سن كذا لسن كذا زي الريتنج بتاعت الافلام في اي حد بالزبط. ده في السينما. بس في الاعلان الفكره ان انت ما بتعرفش تحكم او عامه ما بتحكمش الاعلان ده بينزل الساعه كام، خاصه في رمضان، لان انت بتشتري مسلسل الفلاني وبتاخد اربع اعدادات معاه لغايه الفجر، كلها قاعده وفي اطفال وكبار وصغيرين معاها، فهي دي النقطه. بس هي اعتقد ان هو ممكن حاجه زي دي تتحل لو المنتج نفسه عرف يقسم الرساله بتاعته دي بتروح لمين ومبتروحش لمين تاني رجوعا، يا اما ان انت تعمل الاعلان بتاع ال 18 او 16 فوق 16 يعني بعد يا سيدي الساعه 10 بالليل، او يا اما ان انت تنزله على الانترنت بان انت تخاطب السن الاعلى شويه، لان السن الاعلى مش هياخدها بالعنف ده، وفي نفس الوقت ممكن يفهم النكته يعني. برضه خد بالك من حاجه ان انت بقى صعب قوي دلوقتي في العالم اللي احنا فيه ده يا عماد انت تعمل كده. في نكته ممكن انا اقولها انا وانت ما بيننا وما بين بعض وتضحكنا جدا، ويسمعها راجل عنده مثلا 60 سنه ويشوفها مش ظريفه او مش مفهومه. لا بس هو المشكله برضو يعني اسمحوا لي دلوقتي، المنتج اللي احنا بنتكلم عليه ده هو لبن وبيخاطب الامهات اللي هتدي لبن ده لاطفالها، لان الاطفال دي مش هتروح تشتري. انت دلوقتي
لما تأفند أو تضايق أو يعني تيجي على أعصاب الأم دي علشان أنا خايفة على أولادي من التلفزيون مش عارفة. طب ما هي مش هتروح تشتري معلم المنتج بتاعك يعني. أنت أصلاً التارجت أودينس بتاعك الأم اللي أنت دلوقتي نرفزتها. ما ينفعش تطلع تقولي على فكرة هي بس اللي متعرفش تهزر هي ده ما يعني ما يعني أنت في عرضها دلوقتي حالاً. يعني أنت دلوقتي حالاً عايز الأم تجيب اللبن صحيح. بس مثلا عايز الخمسة جنيه بتوع العلبة يعني. فهو ده ممكن يكون لو اخدنا نفس الاطفال دول وخليناهم يتكلموا بالطريقة دي علشان يبيعوا فيلل او يبيعوا سجاير معرفش whatever يعني. بس هيبقى مفهوم ضمنا ان انا اصلا مش بكلم الاطفال. انا مستخدم الاطفال على انها حاجة تضحك ان هم بيتكلموا زي الكبار. لكن لما اكون جايبه فكرة افلام عالمية كتيرة يعني كاطفال بيتكلموا عن لبن لبعض يعني هو اوريدي حاجة اهلية بس انا عايز اسرية جدا قدام الناس اللي كانت بتقول ان الاعلان ده ممكن يكون شوية مش ظريف. في ناس كتيرة جدا كانت بتدافع عنه وبتدافع عن فكرته وعجبها وضحكها وكل حاجة. هل الناس دول كانوا اهالي او كانوا تارجت اودينس او ايا كان. ما هو في الاول وفي الاخر هو ممكن برضو الشاب اللي عنده 18 سنة يشتري علبة لبن او ايا كان المنتج من او عصير او هكذا. هو هي نفس الخمسة جنيه اللي داخله برضو فمش هتفرق. بس قصدي انه المناقشة اللي بتحصل مع وضد وكذا وكذا والكلام ده في حد ذاته حاجة مش هقول يعني 100% كويسة للبراند او للمنتج. بس في نفس الوقت هي عملت حركة ان انا ما بقتش بدفع لشريف علشان يتكلم عني او لعلي عشان يتكلم عندي. هي الناس كلها بقت اخدوا زي منبرين كده مع وضد وهم بينهم وبين بعض بيسلكوا مسائل. وانا كمعلن انا سيدي مسؤول أنا جدا وانا متأسف جدا لو ده اي حد فانا هسحبه. لكن انتوا هتقعدوا تتكلموا عليه بقيت شهر زي ما بيقولوه في مثل كده بالانجليزي يقولك انه ما فيش حاجة اسمها bad publicity. ان اي حد بيتكلم عليا طول ما انا في الموضوع الناس بتتكلم عليا وسيرتي موجودة يبقى ده كويس ليا. بس anyway. بس دي فكرة ده بس ده لا يعني ان هو ده في الاخر ان قال لهم لا برافو انتوا عملتوا حاجة عظيمة. في الاخر برضو زي ما قلنا تاني انه زي ما انت قلت الاعلان النهاردة بيخش كل بيت وبيخش في اوقات كثيرة جدا وبيخش وغير ان كل دوت هو فعلا منتج يعني كل الاسرة بتشوفه ده رمضان كل أسرة بتشوفه. وحتى لو هنتكلم حتى التصنيفات اللي حاولوا يعملوها حتى في السينما احنا في عصر الانترنت يا معلم احنا في عصر الديجيتال احنا في عصر لا تحكم يعني. بس دي معلش يعني مع احترامي برضو للرأي اللي انت بتقوله السينما الشخص بياخد بعضه ويروح السينما أيوة يدفع الحاجة المعينة بختيره. ولو هو لو في طفل تحت دون السن المعين المحدد للفيلم ده يبقى غلطة على أهل هذا الطفل مش على. لكن اللي بيخش البيت في وسط المسلسلات بس هو زي الأفلام. طب ما الأطفال بتتفرج مع أمهاتها على الأفلام. أنا فاهمة ده بس أنت بتقلب ثانية واحدة. أنا وأنا بتفرج على التلفزيون في فيلم أنا بختار أتفرج على الفيلم ده لكن الإعلان اللي جاي دلوقتي أنا معرفوش. أنت فاهم قصدي. أنا ببقى بتفرج على مسلسل كوميدي هوب يروح طلع لي اعلان انا مش عايز الجدل اللي موجود على السوشيال ميديا ده زاد قوي السنه دي. وده كان يمكن هدف الحلقه دي ان السنه دي اول مره مثلا اخرنا كنا بنعمل شير لو كان افيه بيعلق كنا نقعد نقول الافيه ونستخدمه. لكن السنه دي اول مره يبقى الجدل بقى وستاتسز وكلام كتير وراي ويلا مفصل ليه. ويمكن ده بقى مربط الفرس ليه يا استاذ عماد صناعه الاعلان السنه دي تحديدا خلت الاهميه دي في سيزن انت بنفسك بواحد من بقى من الصناعي المهنه او يعني العاملين في المهنه بيقولوا هو اصلا سيزن ما كانش قوي قوي يعني. والله هي يمكن علشان ان الاعلانات في رمضان هي موضوع الحلقه مش اكتر يعني. هي الحاجه اللي الناس كلها بتتكلم عنها في وقت معين. وبما اننا في بلد ال 90 مليون خبير على اي حاجه خبير اقتصادي خبير استراتيجي خبير اعلاني خبير رياضي كروي ايا كان الحاجه اللي انت الحمد لله اللي الناس ولاهم ما اعرفش الله ايه ده انا مش معرفش ابدا. فهي الحاجه اللي الناس كلها بتتكلم عليها في الوقت ده هتلاقي الناس بقى ليها راي قوي. الناس بقت ودي حاجه صحيه طبعا دي حاجه صحيه طبعا سبيشلي بعد اخر كام سنه في البلد الناس بقى عندها راي ورايها عايز يتسمع ورايها بيغير لحد ما لازم يعمل بيه ان يغير ورأيها بيتغير على حسب وبيغير كمان بيغير اكيد لا اكيد 100% يعني. لانه لو ما كانش يعني هقول لك حاجه ما هو احنا الاخر كلاينت هو احنا الكلاينت رجوعا لموضوع الاعلان اللي هو اللي كان فيه يعني اللي اخد برضو حيز من الناس والناس كتير ما عجبهاش ان الناس راحت وقالت مقاطعه وكذا وجروبات ومش عارف ايه.
ده وصل زي صورة للمسؤولين ان ده ما حاجة مش مقبولة. هل بقى ان يعني ده هتخش بقى في حتة تانية، هل المنع اللي جه على فكره ما جاش من الرقابه، جه من جمعيه حمايه المستهلك اللي هي يعني بنسبه كبيره ما لهاش علاقه باللي بيتزاع على التلفزيون او على الانترنت او غيره، لكن هي شافت ان ده فعلا غير مناسب للمستهلك، فطبعا بيأثر زي ما انت بيقول وبيغير. بس في نفس الوقت من ناحيه تانية لما انت كنت بتتكلمي على حته الست وان هي تروح تشتري او لا، عامه حملات المقاطعه ما بتعيش كتير، ده في الحياه يعني قليل قوي ان انا هبقى بجد الاعلان ده دمر حياتي لدرجه ان انا هبطل طول عمري مش يعني حد الله بيني وبين المنتج، لا مش للدرجه دي يعني. طيب برضو كان من الكلام كتير جدا فكره انه احنا عندنا مفارقه صارخه، اعلانات كومباوندز ومنهم بيشتكي انه يعني بجنينة واحدة في مقارنة باعلانات تبرع بغض النظر عن نبل هذا الهدف واهميته في وقت فعلا احنا محتاجين فيه الجهود الاهلية بشكل كبير جدا. المفارقة الصراحة دي مش اول سنة خالص نتكلم في القصة دي، بس كل سنة هي حقيقي وانا انبهر بقد ايه بتسوق، يعني بتتضخم المفارقه دي وبتزيد، اعلانات الكومباوندز بتزيد واعلانات المشاكل الكتيره جدا والاماكن اللي محتاجه دعم برضو بتزيد بنفس الضخامه. هو ده ايه اللي بيحصل بقى ده؟ وانت هنا نكزم يعني انت كصناعه اعلان اقدر الومك اقول لك انت ليه تعمل كده؟ لا بص، هي الاعلان زي اي يعني احنا لما اتكلمنا في الاول ان هو هل هو عمل فني؟ طبعا هو عمل فني لما بيدخل فيه افكار وديكور وملابس ومزيكا، يعني هو عمل فني مصغر بدل ما هو زي ما قلنا بياخد 3 شهور بياخد اسبوعين وبيتصور في يوم او يوم ونص او 3 ايام لو اعلان كبير. بس هي هو بما انه عمل فني فهو بيعكس صورة معينة موجودة في المجتمع. المجتمع المصري حاليا، لسه كنت قاري حد على فيسبوك كان كاتب ان مصر حاليا عندها شيزوفرينيا، او الشعب المصري عنده شيزوفرينيا ما بين ان هو ام مصريه على قد حالها واب يمتلك نص سويسرا. فهو ده فعلا اللي موجود وده اللي هيبان في وده اللي هيبان في الاعلانات زي ما هيبان في المزيكا، زي ما في شعبي وفي هيب هوب، ما دول حاجتين مختلفين، او في مهرجانات وفي فرق او في الاسطوره وجراند اوتيل، ما حدش قال ان ده صح وده غلط او ده كويس وده وحش، بس بيقول ان ده بيكلم حد وده بيكلم حد تاني. وقليل الجاب اللي ما بين الاثنين بيكبر، هو ده الجاب بيكبر، لان انت قليل لما هتلاقي يعني مثلا يمكن عادل امام اللي ممكن الشعب كله يجتمع عليه بحكم ان هو عادل امام، لكن غير كده المفارقة زي ما انت بتقول بقى فيه يمكن الطوائف مش الطوائف الاسمى بتاعت الذوق ده والذوق ده ابتدت تبان، فبالتالي بقى فيه اعلان الكومباوند اللي عايز يبيع لهدف معين ان هو راجل شاري ارض ب10 مليار جنيه ولازم يسددها فهو لازم يبيع. ومن ناحية تانية عندك حد زي مثلا الدكتور مجدي يعقوب او 57 او ايا كان او اهل مصر اللي عملوا اغنيه رائعه السنه دي، ان هي عندها اهداف نبيله محتاجه تلملها تبرعات لان فعلا مش هيعرفوا يعملوها لوحدهم او بالفاندنج بتاعهم. لكن اللي حصل السنه دي وانا فعلا دي كانت نقله بالنسبه لي حتى لو كان الموسم متوسط، ان انت ما بقتش تتفرج على اعلان التبرعات وعايز تضرب نفسك بالرصاص، يعني بقيت تشوف الاعلان وانت مبسوط وانت شايف ان هو ايه ده الناس دي زينا، ايه ده الناس دي ده ممكن تعيش وترجع تاني المجتمع، ايه ده الراجل اللي ما بيعملش الفاصل اللي بينك وبينه ده الحقيقه. برضو يعني جدير بالذكر ان احنا نتكلم في نقطه ان في مخرجين اصروا، يعني كان في فعلا الاستاذ تامر محسن هو اصر قال انا السنه دي انا مش هعمل صعبانيات، مش عايز جو يلا نشحت على بعض خالص، الموضوع مش مستاهل ده ومش لازم ده. بس طبعا دي حاجة حلوة جدا، بس انا متهيألي ان حاصل حاجة السنة دي اكتر من السنة اللي فاتت والسنة اللي فاتت اكتر من قبلها، ان المشكلة مش في ان احنا عايزين نعمل اعلانات للتبرعات وعايزين نعمل اعلانات للكومباوند، لان الحاجتين دول قائمين وموجودين. المشكلة في اللغة اللي بقت بتستخدم، ان لما يبقى عادي ان احنا نقول حاجات زي من حقك بيت اكبر، او جملة زي احنا ما عندناش غير فيلا غير جنينة واحدة، او جملة زي الرفاهية قمة الرفاهية انك تسكن تبقى معنا شبهك، ايه 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 يعني. هو مفيش مشكله ان يبقى فيه كومباوندز ومفيش مشكله ان يبقى فيه تبرعات، بس هي اللغه اللي احنا بقينا بنستخدمها هي اللي في نظري بتخلق الجاب الكبير ده او الفجوه الرهيبه اللي عماله بتزيد، صح ولا ايه؟ والله بصي، هو طبعا كلامك صح، بس هي النقطه انه يعني بما اني ببقى قاعد في ورش الكتابه والكلام ده هو مبيبقاش مقصود ان هو مش مقصود. هي يمكن بس انه
كترتها مع بعض في نفس الوقت في نفس الحتة اللي بتحسسك بده. لكن انت يمكن لو اتفرجتي بالظبط ان هي كلها متكثفة في وقت واحد بيبقوا وبعدين ساعات بيبقوا كلهم ورا بعض فبتحس اللي هو طب ما انا ساكن في مدينه نصر وزي الفل عادي. انا تمام على فكره يعني اوكي مش بعرف اصل انا من حقي اعيش في منطقه اكبر يعني عادي مفيش حاجه يعني. انا كده غلطت انا كده مش بني ادم طبيعي يعني متعذب عادي عندي كده واحده مبسوط عامه الاعلان جننت لقيت جمالها زي الفل من يوم ما الاعلانات اتعملت كصناعه وك ك كفكره يعني ان انت بتبالغ شويه في طبعا. حجم الحاجه اللي انت بتبيعها علشان بس تخلق النيد ده او ان قد ايه انت مهمه في حياه البني ادم حتى لو هو ما كانش يعني عايزك قوي يعني. انت بتحاول تبيع حاجه لحد معظم الوقت هو اصلا مش محتاجها وبعدين خد بالك انت بتحاول تبيع ايا كان علبه لبن علبه عصير ازازه حاجه ساقعه شوكولاتايه كومباوند في 30 ثانيه فانت لازم تخش تفرقع الدنيا بهيرو. طيب اخر فاصل هنسمع خالد حسين ونيلي دنيا جديده وترجع نقول سلام معرفش ازاي بس نرجع نقول سلام. تخيل 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 طيب وصلنا للختام الحقيقة يعني الموضوع كان كبير وانا اعتقد ان ما يعني مش متعودين قوي احنا نتكلم في حاجات مفصلة قوي كده لانه يعني هو موضوع انا عارف ان هو موضوع محدد شوية بس هو مش موضوع محدد خالص يمكن هي صناعة اهلها محدودين عارفين بعض لكن لما نعرف ان هي صناعة زي ما كان احمد دعمات ضيفنا هذا بيقول ان هي صناعة بتقدر ب 4 مليار جنيه في السنة صناعة بجزء منها هو ان انت تقريبا انت بتشوف المسلسل في 40 دقيقة لو هو مدته انت بتشوف ساعة ونص تلفزيونية وده معناه ان انت بتشوف قد المسلسل اعلانات في رمضان فده معناه ان هي اصبحتش مجرد شيء جانبي في صناعات او بيخدم الصناعة وبيخدم الحركة التجارية في مصر او كده لا هو صناعة في حد ذاته صناعة في حد ذاتها واقع جزء من لازم نتكلم فيه خصوصا ما يكون بيخش في بلدنا في بيوتنا وهو وهو وهو, وهو. ختاما يا عماد انت شايف الدنيا بقى رايحة على فين بشكل عام بقى في صناعة الاعلان في مصر في الديجيتال في اليوتيوب في الدنيا يعني التجربة السنة دي هتعلم الصانع الاعلان ايه هتعلم السوق ايه المستقبل اكيد رايح ديجيتال رايح موبايل رايح يوتيوب رايح الحاجات اللي هي مش تلفزيون ممكن يبقى اعلان فيديو لكن الشاشة اللي هيتشاف عليها مش تلفزيون يمكن ابتدت اكتشلي السنة دي ان يوتيوب اول سنة تنزل جوائز اسمها لانترن اووردز او جائزة الفانوس الذهبي فعلا ده مش هزار عشان على اساس فانوس رمضان يعني فعلا وبيقيموا احسن اعلانات طلعت على يوتيوب اخدت مشاهدة واخدت تفاعل من الناس ومنها اكتشلي كذا اعلان من مصر منهم كان اعلان بتاعنا برضو الحمد لله اعلان بيومي فؤاد بتاع الشوكولاته الحمد لله كان ده كان من احسن الحاجات اللي شفتها السنه دي لا انا مش هقدر اتكلم على مش هينفع اتكلم عنه ده شهادته مجروحه انا شهادتي مجروحه جدا فيعني قصدي انه الحمد لله ابتدى الموضوع يبقى عليه هايلايت ابتدت الناس تحس ان رمضان ده سيزن مهم للديجيتال والديجيتال عايز يبتدي يستقطب اكيد نسبه او حصه من الدخل الاعلاني اللي بيدخل للجرايد وللتلفزيون وللاعلانات الطرق فهتلاقي كتير قوي من ده بيجي يعني زي ما انت بتقول الناس بقت بتشوف ساعه الا ربع اعلانات وساعه الا ربع محتوى او ساعه الا ربع مسلسل طب وليه اعمل كده ممكن اتفرج في نص ساعه على الانترنت بالزبط. فهتبتدي تلاقي مع العلم اللي في اعلانات على الانترنت في اعلانات على الانترنت لكن مش بنفس يعني. الكم بتاعت طبعا لا هو اعلان اثنين فشوية هتلاقي الموضوع ابتدى يروح ناحية الديجيتال لان في الاخر انت بقيتش مضطر ان انت تقعد تستنى الساعة 10 بالليل تفتح قناة الفلانية عشان تتفرج انت ممكن في اي وانت في العربية هتتفرج لو عايز فانت اللي بقيت بتشد المحتوى او احنا بنسميها بول كونتنت عن ان انت بتفضل قاعد مستني يا رب الاعلان يجي على يا رب المسلسل يجي على القناة التانية الساعة 9 بالليل يا معلم احنا كنا بنفتح التلفزيون في بيت جدتي الساعة 3 العصر نقفله الساعة 10 بالليل ما اللي موجود هنتفرج عليه ما عندكش حل دلوقتي ما بقاش كده فالهابت نفسه اتغير ساعات كان يبقى المسلسل المفروض يجي الساعة 8 ويجي الساعة 9 الا تلت ولا 9 الا ربع وانت قاعد مستني ليه هتروح فين متاخر ليه اعلانات طيب مضطرين نقعد نتفرج على الاعلانات كلها فانت شايف المستقبل الديجيتال يعني دي اكتر حاجه طيب اتعلموا ايه صانع الاعلان في مصر من تجربه 2016 يمكن ان هم يعملوا زي ما قلنا هيبقى في شاشات مختلفه لنفس الفكره يعني هتبقى في اعلان يمكن معمل له زوم ان شويه علشان يبان على شاشه الموبايل الصغيره اعلان طويل علشان يتحط على يوتيوب مش هتاخد في بالك ان انت بتصرف مثلا 3 دقائق او دقيقتين لان اعلان التلفزيون بيكلف فلوس والاعلان القصير اللي فيه الرساله الاساسيه موجود على التلفزيون زي ما هو لان التلفزيون هيفضل ومش هيروح حته بس هتفضل الحاجات التانية
وسائل مكملة لبعض الشرائح العمرية زي الناس الكبيرة ولشرائح الشباب والتينز يعني. ده بالنسبة لهم هو ده الأساسي. هو لو ما شافهاش على موبايل يبقى هي ما حصلتش. بالظبط. انت انت دلوقتي انا لو عجبني اعلان على التلفزيون وحاولت ادور عليه اونلاين وما لقيتوش خلاص ده فشل خلاص بالنسبة لك. ما هو ما جاش. هو ما جاش فعلا. احمد عباد بشكرك انت يعني النهارده احنا استفدنا منك جدا الحقيقة جدا. وان شاء الله نقعد بقى مع بعض القعدة دي السنة الجاية يا ريت وكده. الإذاعة اعلانات الإذاعة اخبارها ايه يعني؟ يعني هل دي من التولز او من الوسائل المهمة في الاعلان النهارده في مصر؟ طبعا طبعا خاصة في رمضان مع الزنقة اللي بنزنقها دي. يمكن كنا بنتكلم عن المسلسلات الإذاعية في البريك. أنا بالنسبة لي ده يعني من الحاجات الأساسية جدا جدا في رمضان. بس هو الراديو يمكن بيبقى ليه طريقة مختلفة شوية ان هو ايه الزن على الودان امر من السحر زي بيقولوا. فانت هتقعد هتعيد وتزيد في المسج لغاية لما توصل ويمكن ما عندكش الفيجوال افكت اللي هو بتاع التلفزيون فانت محتاج تبقى محدد قوي في الفكرة. فيمكن بتبقى الكرياتيف بتاع الراديو بيبقى اصعب شوية من التلفزيون عشان ما فيهوش الـ 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 الحاجة المرئية اللي هي اصلا نص الاعلان يعني. وصناعة قوية في مصر طبعا. يعني بياخد حصه مهمه من ميزانيه الاعلان يعني ولا بياخد حصه معقوله ما هياش الكبرى يعني. ممكن يبقى ما بين مثلا الرابع والخامس من الوسائل التانية ما بين تلفزيون واعلانات طرق وكده ممكن يبقى بين اربعه. حلوين اهو برضو يعني. حلوين قوي على فكره. امال ايه. ميرسي جدا 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 يا عماد واشكركم انتوا تابعتونا. معلش هطولنا عليكم بس الموضوع كان يستاهل. اشكركم وبكره في نفس الميعاد. سلام. بكره نحاول نبقى خفيف بكره بريك. بكره بريك هنلعب بس نقطة. هنلعب بس نقطة.